اليوم سوف نرى طريقة تركيب كارت سيم في الآيفون. نستعمل آلة يمكن شراؤها من محل بيع الهواتف، أو يمكن استعمال دبوس أو إبرة. ندخل الآلة في الآيفون، ثم بعد ذلك سوف ينفتح جيب كما تلاحظون، ثم بعد ذلك العملية تمر بكل سهولة. سوف ندخل كارت سيم في هذا الجيب. إذا كانت كارت سيم كبيرة يمكن قصها بالمقص أو استعمال آلة القص يمكن شراؤها كذلك. ثم بعد ذلك ندخل هذا الجيب في الآيفون 5 بكل سهولة. تمت العملية بنجاح. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.